كابتن هاني، النهارده كمان يمكن لفت انتباهي حاجه مهمه جدا في تمرينه الاهلي، ويمكن توقفت عندها كتير جدا، والحاجه دي يمكن خاصه بموسيماني نفسه، مستر موسيماني وشغله النفسي الكبير قوي على اللعيبه. قد ايه بيوضح ان المدرب ده فاهم او واعي او عارف اهميه رفع الروح المعنويه للاعبته، وانه يخلق كمان علاقه قوية جدا أو مهمة جدا معهم، ده شيء مهم جدا زي ما شفنا يمكن قبل كده في الهدف الشهير اللي جابه مجدي قفش في الوداد المغربي، وشاور لمستر موسيماني في الأول، بعد كده راح جراله على طول، جريله يعني راح له. فامبارح نفس الشيء ده تقريبا زي ما عرفت أنا إن موسيماني قعد مع حسين الشحات نجمنا الكبير، وحسين طبعا زي ما أنتم كنتم متابعين معانا هنا في البيت الكبير، حسين كان بيتعرض لإصابة أو بيعاني من إصابة عضلية، وموسيماني كان بيتكلم معاه على هامش التمرينة وقال له كده نصا: أنت لاعب مهم، أنت لاعب مهم جدا، أنت بيعتمد عليك، أنت الفريق محتاجك في المباراة النهائية وبيعول عليك كتير. فتخيلوا الكلام ده من المدرب للاعب بتاعه ممكن يأثر عليه قد إيه، ممكن يدي قد إيه بسبب إنك رفعت من روحه المعنوية خلال فترة التأهيل دلوقتي كمان. الحمد لله حسين الشحات بيتقدم وبيتعافى، وكلنا بندعي له ومعاه زي رامي ربيعه هنجيله كمان شويه، وان شاء الله حسين باذنك يا رب موجود مع زمايله في المباراه الختاميه للبطوله الافريقيه. برضو في النقطه دي يمكن موسيماني بدا النهارده التمرين او امبارح يعني قريب العاجل، بعد اسبوع راحه تقريبا، راحه منحها للعيبه، بدا بكلمه واحده امبارح، كلمة أنت تقدر. كلمة أنت تقدر، تخيلوا الكلمة دي قد إيه النهاردة بتحفزك، قد إيه بتأكد للاعبتك أن أنت قادر على أن أنت تحقق اللقب، وقدرتهم فعلا على حسم اللقب. والحقيقة أن اللي بيعمله النهاردة المدرب الأفريقي ده في علم النفس برضو مهم جدا، أن قدرة الإنسان على فعل شيء بتبدأ من إيمانه الحقيقي بقدرته على إنه يحقق الشيء ده. أنا بقول لنفسي أنا هنزل النهاردة أحقق البطولة، أنا النهاردة نازل أحسم. هو ده، دي إشارات العقل، هو ده دايما اللي موسيماني أفتكر إنه بيعمله مع اللعيبة أو بيشتغل عليه مع لعيبة الأهلي، إنهم هم الأبطال، إنهم قادرين، أنت تقدر، تقدر على تحقيق اللقب. فده دي ما بحبش مهمة. كلمه شابوه دي فعلا دي تحيه وتقدير فعلا أكيد. اللي بيدخل كده في موسيماني او يركز معاه في تفاصيل شخصيته حتى كابتن هاني يحس قد ايه شخص متواضع، شخص جاي ينجز، شخص جاي يعمل لنفسه تاريخ، فعارف قيمه النادي، اسم النادي، هو طبعا وده مش هيعمله غير من خلال اللعيبه. أكيد.